السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله بسم وبركاته. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وافتح اللهم لقولنا قلوبا غلفا وعيونا عميا واذانا صما، واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك، في الاخره مع سيد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اللهم امين. أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله. هل تشاهدون حاسوبي الآن؟ واضح؟ لما مش لا أشاهد. نعم واضح أو لا؟ أنا واضح صحيح؟ صحيح. طيب كنا قد بدأنا في درس في العسل شفاء، صحيح؟ طيب صحيح. أخي أرينتو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم أخي أرينتو، الفعل عالج، ما نعم معنى عالج؟ عالج معنى يحفظ ويأتي دواء. هو يفحص ويعطي الدواء، أحسنت. طيب أريد جملة، أعطيني جملة. الطبيب الطبيب يعالج المريض. الطبيب يعالج المريض، أحسنت بارك الله فيك. طيب بعد ذلك أختي رانيا، السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. قال اشتكى من بطنه، ها ما معنى اشتكى؟ اشتكى أطيح لبا شيخ. طيب أختي مرني، mengadukan. ما معنى يشتكي؟ يشتكي mengadukan. جيد، مثال يشتكي من؟ أشتكي من الحزن إلى الله. أشتكي من الحزن إلى الله، أحسنتي ما شاء الله. طيب أختي زهرة، ها جملة. المسلم يشتكي من الشيطان إلى الله. مرة أخرى، المسلم يشتكي من الشيطان إلى الله. المسلم يشتكي من الشيطان إلى الله، أحسنتي بارك الله فيك. طيب أخي أرينتو، يشتكي من؟ أخي أرينتو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي يشتكي أخت من الأخت من أختي إلى أبي. أحسنت، أخي يشتكي من الأخت من إلى الأبي. إلى أنت. إلى أبي. جيد. طيب أختي ليسا، أختي ليسا، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. عفوا. أختي ليسا، أمر أخاه أن يسقيه عسلا، ما معنى يسقي أختي ليسا؟ ونصيحتي أو ما يسقي
al-umur tazkir tifla. Ma. Apa artinya ya sqi? Saja. Ya sqi men mas mengajak, mengabaikan, menasihati ya. Nasiha? La, khata. Akhi Firman? Baik, Ukti Zahra? Meminumkan. Idan, misal ya Ukti Zahra. Hal aqul at-tiflu at-tiflu as-saghir anak yang kecil. كيف يشرب أختي زهرة؟ كيف يشرب؟ الأم يشربه. خطأ. يسقي. الأم؟ يسقيه. تسقيه. تسقيه. مرة أخرى الأم؟ الأم تسقيه. جيد. الأم تسقي الطفل. مرة أخرى. الأم تسقي الطفل. جيد. طيب يا أختي رانيا. نعم. هل أمك تسقيك؟ نعم شيخ. kalau waktu kecil apa ya شيخ؟ waktu. لو أنا صغيرة. نعم. لو أنا نعم لو أنا صغيرة. جيد. طيب. أخي فرمان. نعم يا شيخ. ها بسم الله يسقي في جملة يسقي ما معنى يسقي أخي فرمان مبري منوم الطفل يسقي قطن قطن الطفل مرة أخرى الطفل يسقي قطة يسقي القطة الطفل يسقي القطة ها أختي رانيا يسقي في جملة أسقي الشجرة في بيتي مرة أخرى أسقي الشجرة في بيتي أسقي الشجرة في البيت جيد طيب بعد ذلك أمس قبل العيد نحن توقفنا عند أمر أخاه أن يسقيه عسلا صحيح؟ طيب إذن أخي أرنتو من المريض حازم أو عامر؟ عامر عامر مريض أخي أرنتو عامر جيد عامر مريض جيد هل ذهب عامر إلى الطبيب يا أختي مرني؟ لا لم يذهب إلى الطبيب لم يذهب ليس يذهب نعم لم يذهب إلى الطبيب جيد طيب هل هو تناول الدواء يا أختي رانيا؟ لا شيخ هو لم يتناول الدواء لم يتناول الدواء جيد طيب من قابله في المستشفى يا أخي فرمان في المستشفى في قابله طبيب مرة أخرى قابله طبيب في المستشفى قابله الطبيب في المستشفى سنت طيب ماذا فعل الطبيب يا أختي رانيا ماذا فعل الطبيب الطبيب عالج الطبيب بس بنتعرف فعله كاشا الطبيب ماذا يا عالجه عالجه الطبيب عالجه طيب ما الدواء يا أختي زهرة العسل العسل مرة أخرى العسل جيد طيب
هو يقول حازم: هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول؟ هناك صحابي، نحن درسنا هذا، صحابي كان مريضا، صحيح؟ كيف عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اخوان اخوات، كيف عالج النبي هذا الصحابي؟ عالجه بالعسل. بالعسل. جيد. طيب، من سيسقيه العسل؟ أخوه. أخو من؟ أخو حازم أو أخو عامر أو أخو الصحابي؟ أخو الصحابي. جيد، ما شاء الله. طيب، ثم عامر يسأل، ماذا يقول عامر يا أختي مرني؟ يقول عامر: وهل شفي؟ مرة أخرى، وهل شفي؟ وهل شفي؟ مرة أخرى، وهل شفي؟ ما معنى وهل شفي؟ apakah dia sembuh؟ هنا يعني هل شفاه الله؟ نعم، هل شفاه الله؟ وهل شفي معناه وهل شفاه الله؟ مرة أخرى، وهل شفاه الله؟ طيب، لو أنا أريد أن أسأل، كيف الجواب؟ لو أنا أسألك هل شفي محمد؟ هل شفي محمد؟ يا طيب، ها، كيف الجواب أخي نور قادم؟ أخي نور قادم، طيب أختي سهرة، كيف الجواب؟ الحمد لله، شفاه الله. نعم. نعم، شفاه الله. شفاه الله. شفي. والحمد لله. مرة أخرى، نعم. نعم، شفي. الحمد لله. والحمد لله. جيد. طيب، إذن السؤال: هل شفي محمد؟ معناه هل شفاه الله؟ هل شفاه الله؟ يا طيب، بعد ذلك لو أنا سألتك يا أختي مرني: هل شفيتي؟ نعم شوفي. نعم شوفيتو. سكيلا لقي. نعم شوفيتو. نعم شوفيتو. طيب، هل شوفي الصحابي يا أختي مرني؟ نعم شوفيه. هو شوفي. نعم هو شوفي. هو شوفي. جيد. طيب، قال قال حازم، ها، ماذا يقول حازم يا أخي نور قادم؟ أخي نور قادم. طيب، أختي منورة، ماذا يقول حازم؟ نعم، بعد أن سقاه ثلاث مرة. جيد. إذن هل الصحابي شرب العسل مرة واحدة يا أختي منورة؟ لا. ثلاث مرة. جيد. طيب يا أختي منورة، هل الصحابي شرب العسل بنفسه سندري؟ لا. هذا من سقاه؟ رسول الله، يا رسول الله عليه السلام. أبا؟
Ahahu ya. Ahahu. Akhuhu. Ahahu ya. Zaid. إذن هو يقول بعد أن سقاه ثلاث مرات. إذن يا أخي فرمان متى شفي الصحابي؟ بعد أن سقاه ثلاث مرات. بعد أن سقاه ثلاث مرات. ثلاث مرات. أحسنت. طيب ثم عامر ماذا يقول عامر يا أخي فرمان؟ عامر يقول العسل سبحان الله. العسل سبحان الله. أحسنت. طيب إذن هنا عامر يقول سبحان الله، كيف العسل دواء؟ صحيح. كيف العسل دواء؟ صحيح. طيب ماذا قال حازم أختي يوليسا؟ حازم يقول نعم سألو. قال نعم ماذا؟ أسألو. نعم العسل. قال قال تعالى قال تعالى فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. إذن مقصودني العسل. يا فيه شفاء للناس. طيب ثم عامر يقول أختي رانيا. عامر يقول سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. الصحابي مثل هذا الصحابي. ها ما معنى هذا أختي رانيا؟ سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. ما معنى هذا؟ Saya akan meminum madu seperti para sahabat. طيب. لو أنا قلت مثال سأفعل شيئا مثل سأفعل شيئا مثل كيف يا أستاذ؟ مثال مثال مثلا أنا أقول سأصلي مثل النبي. يا سأصلي مثل النبي. إذن كان صلاتي سبرتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أختي وليسا ها سأفعل مثل جملة buat kalimat buat kalimat sa'af'alu misla sa'af'alu misla as-sahibi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan sa'af'alu misla sahibi rasulillah. Ahsanti. Yani maksudnya apa? Asal سأشرب سأشرب العسل. سأشرب العسل. أحسنتي. جيد ما شاء الله. أخي فرمان. نعم. جملة. سأدرس مثل الأستاذ. سأدرس مثل الأستاذ. أحسنت. بارك الله فيك. أختي زهرة. سأطبخ مثل أمي. سأطبخ مثل أمي. جميل ما شاء الله. إذا لو أنا قلت سأطبخ مثل أمي. جيد أحسنتي بارك الله فيك. طيب بعد ذلك أختي منورة ها بسم الله. سيصوم مثل النبي. مرة أخرى. سيصوم مثل النبي. ما شاء الله ما شاء الله. سأصوم مثل النبي. سنصوم يا يعني بابا. سنصوم مثل النبي. الله ما شاء الله أحسنتي. سنصوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. طيب هو يقول سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. صحيح. طيب
ماذا يقول له حازم يا أختي مرني؟ يقول حازم تواجدوا توجدوا أو توجدوا توجدوا محلاتٌ لبيع العسل في سوق المركزي. جيد. طيب perhatikan إخوان أخوات. توجد اسم أو فعل؟ فعل. فعل. Artinya ada ya. Jadi kita punya yujadu dan tujadu. Yujadu untuk laki-laki, mudzakkar, dan tujadu perempuan. Jayid. Baik. Lau ana uridu an aqul ada anak-anak di kamar. كيف أقول أختي رانيا؟ هذا أنا كلكي لكي في كمر. يوجد ابن. سكالجي. يوجد. ابن. في غرفة النوم. يوجد الابن ها. غرفة النوم. يوجد الابن يوجد في غرفة النوم. حسنتي. طيب أخي فرمان جملة. يوجد الرجال في شارع ال مرة أخرى. يوجد الرجال في شارع ال... في الشارع. في الشارع. أحسنت أختي منورة. يوجد الأقلام في حقيبة. طيب جميل ما شاء الله. ولكن يا إخوان يا أخوات كتاه سده بلاجر ويسا أقلام. صحيح صحيح أختي منورة. أقلام إتو مذكر أم مؤنث أختي منورة؟ مذكر. جمانا مذكر؟ itu apa sih jama jama taksir غير غير أكل. Jadi مذكر أم مؤنث؟ Jadi dihukumi muzak مؤنث. مؤنث. Jadi gimana يوجد atau توجد؟ توجد. ما شاء الله أحسنتي. توجد أقلام في الحقيبة. أحسنتي أختي منورة ما شاء الله. توجد أقلام في الحقيبة. طيب. بعد ذلك هو يقول توجد محلات. توجد محلات لبيع العسل في السوق المركزي. جيد؟ طيب. محلات. أبا أرتينيا أختي رانيا. أختي رانيا. طوكو. ما معنى محلات؟ ماذا؟ طوكو. طوكو جيد. ولكن طوكو محل والجمع أبا؟ محلات. إذن؟ طوكو طوكو. محل. وجمعوا ماذا؟ محلات. طيب مثال. أنا لدي محل أبيع فيه الأرز براس. مرة أخرى. لدي محل أبيع فيه الأرز. جيد. إذن أقول هكذا لدي محل لبيع الأرز. سيبون يتوكو أنتم جوال براس. لدي محل
لبيع الأرز. طيب كلمة بيع أختي رانيا، ماضي أتو مضارع أتو أمر أتو مصدر؟ ماضي ممكن. ماشي مرة أخرى. ماضي ماضي. لا الماضي هو باع. الماضي ماذا؟ باع. والمضارع يباع. يباع يبيع. او يبيع. المضارع ماذا؟ يبيع. اذا باع يبيع. 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 كيف الامر؟ بيعي. بكان. ها اختي منوره لمن امر؟ بيع. بيع. يا دان مصدر. كيف المصدر اخي فرمان؟ ها بيع. 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 جيد. طيب لدي محل لبيع الارز. سابونيا توكو انتو جوال براس. ها اخي فرمان جمله اخرى. لدي محل لي. لدي محل لبيع الكتاب كتب. لبيعي. لدي محل لبيع الكتب. لدي محل لبيع الكتب. احسنت ما شاء الله بارك الله فيك. طيب اختي زهره. لدي محل لبيع ايس كريم. مرة أخرى. لبيعي. لبيعي آيس كريم. آيس كريم. كيف بالعربية؟ بدري. آيس كريم. لبيع المثلجات. آيس كريم. سكالجي. لدي محل لبيع المثلجات. لبيع المثلجات. أحسنتي أختي كنار. لدي محل لبيع لدي محل لبيع المكتب. لبيع لبيع المكتب. المكاتب. يا نعم المكاتب. جيد أختي فيني. توجد محلة في عفوا توجد محلة مختلفة في مركز في السوق المركزي. هو يقول توجد محلات. ما معنى توجد أختي منورة؟ أداة. أداة. توجد محلات لبيع العسل في السوق المركزي. ما معنى هذا أختي منورة؟ طقة. banyak toko-toko untuk menjual madu di pasar apa tuh namanya markazi mall gitu ya. Ma makna السوق المركزي؟ Mall itu sama mall, right? طيب اذا توجد محلات لبيع العسل في السوق المركزي. طيب لو انا قلت بهذه كان يوجد محل لبيع الفاكهة في السوق. ها أخي رينتو بسم الله. يوجد محل لبيع القمصان في السوق المركزي. يوجد محل لبيع القمصان في السوق المركزي. ممتاز بارك الله فيك. طيب أبو رفيف. بارك الله. جمدة تانجة. طيب أختي يوليسا. يوجد محل لبيع
الطعام في السوق المركزي. أحسنتي، بارك الله فيكي. أختي مرني، يوجد محل لبيع اللباس في السوق. Sekali lagi. Yujadu mahallun libai libasi libasun fi suqi. Fi suqi. Baik. As-suqul markazi. Ukhti Kinar. Naam. Hal tufaddilina as-suq al-markazi aw la? La. Anti la tadhhabina ila as-suq al-markazi? جيد. طيب، من يفضل السوق المركزي؟ إخوان أخوات، من من الإخوان أو الأخوات يفضل السوق المركزي؟ يوليسا. أختي يوليسا، أنت تفضلين السوق المركزي؟ نعم. طيب، لماذا تذهبين إلى السوق المركزي؟ لي اشتري خمصان، اشتري فاكهة. جيد. طيب، هل كل الناس في السوق المركزي، كل الناس سيمونيا، هل كل الناس يشترون؟ لا لا لا. إذن لماذا هو يذهب إلى السوق المركزي؟ للطعام فقط. للطعام فقط أو؟ أو لأي شيء؟ لأي شيء. ممكن لي المشاهدة فقط، صحيح؟ هو لا يشتري، هو يشاهد فقط، صحيح؟ جيد. إذن عندنا السوق المركزي. طيب، السوق المركزي هل هو هادئ يا أختي يوليسا؟ أختي يوليسا، لا أمشي. هل السوق المركزي هادئ؟ لا. ما مضاد هادئ؟ هادئ عفوا. أختي رانيا، أختي رانيا، ما مضاد هادئ أختي رانيا؟ صاحب. أبا صاحب. صاحب. إذا أقول ها السوق المركزي، ها أختي رانيا، المركزي صاحب. صاحب. أحسنتي، السوق المركزي. صاحب. صاحب. ما مضاد صاحب أختي رانيا؟ هادئ. هادئ، أحسنتي. طيب، هل يوجد لدي سؤال، هل يوجد سوق هادئ؟ أداء. ها إخوان، إخوان جواب، إخوان. لا أنا أسأل بالعربية. لا. هل يوجد سوق هادئ؟ لا يوجد سوق هادئ. مرة أخرى، لا يوجد سوق هادئ. إذن كيف أقول سمونيا بسار؟ لا يوجد كل سوق، كل الأسواق، وكل الأسواق أسواق إتو جمع غير عاقل، بمعنى صاخبة. كل الأسواق صاخبة. أحسنت، أحسنت. صاخبة. كل الأسواق صاخبة. طيب إخوان أخوات، كلو سابلا، كل الأسواق صاخب، صحيح أو خطأ؟ خطأ. خطأ. كنفة.
لأن أسواق الأسواق جمع غير عاقل، غير عاقل. هرص صاخبة تن. طيب، هو يقول توجد محلات لبيع العسل في السوق المركزي. ثم ماذا يقول عامر يا أختي كنار؟ عامر يقول سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. مرة أخرى، سأذهب الآن. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. إذن إلى أين سيذهب هو يا أخي بوو؟ أخي بوو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إلى أين سيذهب عامر؟ سوق المركزي. كلمات يانجلينكا. هو سيذهب. هو سيذهب السوق المركزي. إلى السوق. إلى السوق المركزي. لماذا؟ ليشرب القهوة، صحيح؟ yeah. ليشتري عسلة. ليشتري العسلة. طيب، إذن هو سيذهب إلى السوق المركزي ليشتري العسلة، صحيح؟ ثم حازم يقول شفاك الله، ثم عامر يقول جزاك الله خيرا. طيب، طيب بالهاتكان يا إخوان ويا أخوات. هنا نحن لدينا حوار أو قصة. إتو حوار أو قصة؟ حوار. حوار. حوار يا. طيب، لو نحن نريد قصة من هذا الحوار، كلو كيتا مو جانتي حوار إني أنتو قصة شريطة يا. بسم الله. أخي بوبو تفضل. أريد قصة من هذا الحوار. أخي بوبو، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. يا بسم الله. أريد قصة من هذا الحوار تفضل. أخي بوبو، هل تفهمني؟ أنا بلوم بيتا شيء، عفوا. لا بس حازم بلوم بيتا شيء. طيب، أخي فرمان. نعم شيء. بسم الله. بسم الله. يشعر عامل بألام شديدة في بطنه. يشعر عامر بألام شديدة في بطنه، ويقول صديقه حازم هل أنت مريض أنت؟ وحازم ويقول حازم هل ذهبت إلى الطبيب؟ عامر لا، لم أذهب إلى الطبيب. ولم يذهب. عامر لم يذهب إلى الطبيب ولم يتناول أي دواء. ويقول حازم عن قصة صحابي الذي ألجح الرسول. ويقول عامر وعامر يقول لماذا مما استقى صحابي. Wow,
Dasar. Nah. Wa alaja hu rasulu bi amari amara akhuhu bi amara akhuhu akhuhu an yaskiyahu al asala an yaskiyahu asala an yaskiyahu asala wa akhuhu shufiya ba'da an shaqahu salasa maratin jayid thumma thumma hazim بعد ذلك سأذهب إلى السوق المركزي لبيع ليشتري العسلة ليشتري العسلة أحسنت بارك الله فيك جيد ما شاء الله طيب أنت أكلت لحما جيدا أخي فرمان ما شاء الله طيب بعد ذلك أختي وليسا بسم الله نعم شيخ أريد قصة من هذا الحوار قصة أمير يشعر بالأمي شديدة في بطنه ثم زيارته يزوره يزوره ثم أمير نصيحته في حازم ينصح حازم ينصح حازم لأشرب العسل ليشرب العسل جيد ثم قصة الصحابي ثم ماذا مرة أخرى قصة ثم يقول قصة الصحابي النبي على جهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدواء أو بالعسل الدواء أو العسل ثم أمير يسكيهو عسلا ثم ثم هذيب يا ساقا ثم هذيب يشرب العسل ساقا ثلاث مرات من يشرب العسل ثلاث مرات حازم أمير عامر يشرب العسل ثلاث مرات مرات صحيح؟ حازم عامر انسى كده بوكان حازم دان بوكان عامر إني أخو الصحابي صحابي عفوا أخو الصحابي جيد؟ نعم شيء ثم عامر ثم بعد ذلك عامر أشرب والعسل أيضا سأشتري العسل مثل أشتري العسل مثل الصحابي رسول الله إذا هو سيشتري العسل مثل الصحابي صحيح؟ صحيح طيب بسم الله برحتكان يا إخوان يا أخوات استيعاب apa artinya استيعاب استيعاب ini artinya ha siapa yang tahu تدريب
Zahra, apa artinya isti'ab Zahra? At-tadrib. Ya, kata isti'ab. نحن قلنا هذا كثيرا جدا يا زهرة في الدرس. نعم. استيعاب أتنيا فهمون. فهمون. jadi bertanya bertanya itu untuk فهم. يا. طيب التدريب الأول اقرأي رأس السؤال يا أختي منورة. التدريب الأول ضع على متى sohi au khata summa sohibul khata'a. Naam. Bismillah. Wahid, ukhti munawwara, silahkan. Amirul maridun. Amir sakit. Amirul maridun, sahih au khata'? Sohi. Sahih. Ya. طيب اثنان اختي كنار قابل حازم الطبيبة خطأ لماذا خطأ انتظر شيء هو يقول ها لم أذهب لم أذهب إلى الطبيب إلى إذن هو لم يقابل الطبيب صحيح؟ صحيح طيب. ثلاثة أخي القادم السلام عليكم طيب ثلاثة أخي بوو شرب عامر عامر العسل خطأ. كيف الصحيح؟ هزيم شرب هزيم العسل. طيب. برهاتيكان إخوان أخوات. حازم مريض التو عامر مريض أخي بو. عمير مريض. يعني جمعنا حازم منو مادو. أختي فيني؟ نعم شيخ ثلاثة شرب عامر العسل صحيح أو خطأ؟ العسل خطأ خطأ كيف الصحيح؟ لم يشرب عامر العسل لم يشرب لم يشرب هو سيشتري يا دي أكن بلي إن شاء الله يا إذن أخي بوو هو ليس لديه عسل. أوه نعم شيخ. يا بني هو سيشتري. نعم. أربعة أختي رانيا. نعم شيخ. أعطى هازم عامرا العسل. أعطى itu maknanya apa ya شيخ؟ Berikan. Oh memberi. La Sheikh. Hazimun lam ya'ta lam yu'ti. Oh, lam yu'ti Amiran al-Asala. Baik. Khamsa. Ukhti Yulisa. Asalu fihi shifa. Asalu fihi shifa'un lin-nasi. Sahih. Sahih. التدريب الثاني اقرأ رأس السؤال يا أخي فرمان التدريب الثاني رتب الجملة الجملة التالية كما وردت في الحوار مرة أخرى التدريب الثاني رتب الجملة التالية كما وردت في الحوار ما معنى هذا؟ disusun jumlah di bawah
طيب بسم الله. اقرأ أخي فرمان، اقرأ الجمل. واحد واحد رقم ثاني شعر عامر بألام في بطنه. طيب أخي فرمان مقصودني باتشا دولو ثمانية. نعم ويذهب إلى السوق وسيذهب إلى السوق ليشتري العسل. شعر اثنان شعر عامر بآلام في بطنه. ثلاثة ولم يتناول أي دواء. أربعة لم يقابل عامر طبيبا. جيد. طيب واحد كيف واحد أخي فرمان؟ واحد شعر عامر بآلام في بطنه. إذا شعر عامر بآلام في بطنه. اثنان أختي رانيا. عفوا شيخ تدي. إذا واحد شعر عامر بآلام في بطنه. اثنان أختي رانيا. يعني instructionnya apa ya Syekh Afwan? Apa? Instructionnya apa? Naam, rattib al-jumala at-taliyata. Apa itu? Pesanan. Apa sih? Afwan. Pesanan. Assalamualaikum ukhti Rania. نعم شيخ. إذن واحد شعر عامر بآلام في بطنه. ها اثنان أبا اثنان. اثنان شعر عامر بالآلام في بطنه. أختي رانيا أنا لا أسمعك جيدا. طيب أختي فيني. أختي فيني. نعم يا شيخ. إذن الرقم واحد، رقم واحد شعر عامر بآلام في بطنه. اثنان لم يقابل عامر الطبيب. طيب ثلاثة أخي فرمان. ثلاثة ولم يتناول أي دواء. طيب أربعة أختي منورة. وسيذهب إلى السوق يشتري عسل. وسيذهب إلى السوق ليشتري العسل. جيد ما شاء الله. طيب أخي أرينتو قل مرة أخرى من الأول. نعم شيخ. شعر عامر بآلام في بطنه. لم يقابل عامر الطبيب ولم يتناول أي دواء. وسيذهب إلى السوق ليشتري العسل. أحسن أختي ليسا مرة أخرى. نعم شيخ. أختي ليسا مرة أخرى. شعر عامر بآلام في بطنه لم يقابل ولم يتناول ليشتري العسل. طيب التدريب مفردات. التدريب الأول اقرأ رأس السؤال يا أخي أرينتو. التدريب الأول سل بين المفرد وجمعه. طيب بسم الله. واحد آلام دا آلام آلام آلام. جيد. اثنان أختي فيني. ثلاثة
أثناء أخي فرمان؟ شيء أشياء. أشياء أحسنت. ثلاثة أختي مرني. دواء. أدوية. أدوية أحسنتي. طيب أربعة أختي كنار. مرض. أمراض. أمراض أحسنتي. خمسة أخي بوغو. طبيب. أطبائي. أطباء. أطباء. طيب التدريب الثاني، اقرأي رأس السؤال يا أختي منورة. التدريب الثاني، املئ فراغ بكلمات مناسبة من الصندوق. من الصندوق. ها واحد أختي منورة. شعر بألم في رأسه. شعر بألم في رأسه أحسنتي ما شاء الله. طيب اثنان بعد ذلك أختي زهرة. اشترى العسل من السوق. اشترى. اشترى العسل من السوق. أحسنتي. ثلاثة أختي وليسا. شفع الله مريضا. مرة أخرى. شفع الله مريضا. شفى الله المريضة. شفى الله مريضا. جيد أحسنتي. طيب أربعة أخي بوبو. تتناول الدواء. تناول. تناول الدواء بعد الغداء. أحسنت. تناول الدواء بعد الغداء. مرة أخرى. تناول الدواء بعد الغداء. بعد الغداء أحسنت. بارك الله فيك. طيب. فيك بارك الله. إن شاء الله سنتوقف هنا يا إخوان وأخوات. غدا إن شاء الله لدينا مراجعة. مراجعة على هذا الدرس، ولكن من فضلكم يا إخوان ويا أخوات لابد أن نراجع جيدا قبل الدرس. لابد أن نراجع جيدا قبل الدرس حتى لا نضيع الوقت. جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياك.